يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع المرأة للصلاة عند مرورها أمام المصلي بمعنى أن الصلاة تبطل أو فقط مجرد نقصان للثواب؟ الجمهور على أنها لا تبطل ولكن ينقص الثواب، وجماعة من المحققين كالإمام أحمد وغيره يقولون تبطل بالمرأة أو بالكلب الأسود البهيم أو بالحمار كما جاء في الحديث أنها تبطل ولا تصح على ظاهر الحديث، الله أعلم. نعم.